يعني رايح من اسكندريه للقاهره وهوب اتفاجئت ان الاكل يا صاحبي عايز الشيء اصبري اضحك عليا في مشكله كبيره قوي معايا الاكل غير طبيعي عايز افهم بقى ايه الدنيا هنا ماشيه ازاي فهمني كده حاجه حاجه عشان الاكل بسم الله ما شاء الله يعني نبدا بالطاجن ده مثلا الطاجن ده طاجن مصري مخاصي وكلاوي وكوارع ده طاجن مصري ده طاجن مصري بالنسبه بقى للشوربه دي بكوارع كوارع عيني والفرخه اللي هتاكل عينيا دي دي فرخه محشيه طبعا الفرخه المحشيه دلوقتي في منها بتتعمل في الفرن وفي منها شوايه كهرباء دي طبعا الشوايه كهرباء الفحم طبعا دي بتنزل من الزيوت اللي فيها والكلام اللي فيها ده كله طبعا دي حاجه طريه جدا وزبده اللي هيجنني بقى في حاجتين عندك غراب اول حاجه دي ايه دي المفروض انها حماميه صح؟ فرده حمام بالكوارع فرده حمام بالكوارع محشي الكوارع جوه وجبنه موزاريلا على الوش شغل عالي والحماميه بقى اللي بالجمبري دي نفس الكلام بالجمبري ونفس الكلام برده مع فرد الحمام الكوارع لا شغل عالي والله الله ينور يا شيخ انا كنت عايز اعمل مشكله عشان مش فاهم دي طاس القصر اسمها طاسه ايه؟ طاسه القصر نفس الكلام كبده وكلام ومخاصي ولوم يا عيني متدلعه يا عيني اخر دلع يا دي طبعا شوربه القصر نفس الكلام فرد حمام مستوي كويس جدا وطبعا ده بينضرب في الخلاط او في الكبه بتحط الحمام في الخلاط كلها على بعضيها مع شوربه كريمه عشان تتقل كده مع سمنه فلاح تطلع بنفس السمك اللي عايز عايزه طبعا عايز حبيبي الف شكر يا بس في مشكلة فعلا يا جماعة ان محدش بيقدم جودة قصاد سعر بس قصر الحمام قرر يعمل كده انا مش هقولك ان الاكل ده ممكن ترجعك 20 سنة ورا لا انت لازم تجرب بنفسك واكل حتة يا فين اهي محدش واكل حتة الكرشة دي غيرك يلا افتح ابوك حد فاهمك يلا والشيف هناك بصراحه كان مدلعنا اخر دلع بقى ملوخيه بالجمبري تلاقي كوارع تلاقي حمام بالمش عارف جمبري تلاقي اخر دلع يا جماعه وبصراحه كان السهل سقفه للشيف يا جدعان فكرتني خلصت ولا ايه ده انا لسه جالك في التقيل والفيديو ده هايل اسوعك مبدئيا كده الكفته جامده قوي بس لو ما جربتهاش بالطحينه فاحب اقول لك انت هتندم ودول خلوا بقى الخيال بقى واقع تقول لي ازاي اقول لك ان حطوا الجمبري على الملوخيه فعمل ميكس رهيب يا لهوي ايه ده بيعملوا ملوخيه احسن من امي لا مؤاخذة يا شباب ريد بول مصري ولأول مرة أروح مكان في حياتي ألاقي واحد بيقدم ملوخية بجمبري وفي نفس الوقت بيعمل مشويات وفي نفس الوقت بيعمل حاجات جديدة هتقول لي إيه الجديد؟ أقول لك إن هو مثلا بيعمل كشك ودي حاجة نادرة تلاقيها بره غير الكشك بيدخل الكوارع في كل حاجة غير الكوارع فخار إيه؟ فخارة تركي جواه إيه بقى؟ ده فخار عندنا بنسميه قصر فخارة قصر حمام قصر حمام تاخد ربع ريش وربع كفته ربع كباب ربع ريش ربع كباب ربع كفته يا عيني يا عيني يا عيني يا ويلي يا ويلي دلع مبدئيا اي حاجه تنزل لك في الطاجن ده فاصبر عليها شويه كده عشان اتلسعت وانا جالك من المستقبل وبقول لك ان ده احلى واحد ممكن تاكل عنده مشويات في مصر كلها بسم الله ما شاء الله وانا بشيل الطاجن يا جماعه تحس ان انا عبيط من تقله والمكان ده كريتيف قوي يا جماعه حب يدخل كل حاجه في بعض وبجد انا بحسد اهل القاهره وبالذات شبرا لان المكان ده موجود في شبرا والمكان ده يا جماعه دوري وتقسيمه المكان ده بقى كريتيف قوي يعني عامل قسم المخللات عامل قسم للحمه عامل قسم للمشويات بص اخر دلع والناس اللي بتحب المخللات فعندك اكتر من 30 صنف تقريبا انا حاسس ان انا مقفر بس احب اقول لك ان في حاجات اول مره اكتشفها كانت عندهم وانا مؤمن بان المكان عمره ما ينجح الا بالاستاف بتاعه فالاستاف يا جماعه بسم الله ما شاء الله معامله يا جدعان تحس ان هو صاحب المكان ولو انت اكيل بقى زي حالتي فاحب اقول لك ان مش اي حد بيعرف يعمل عكاوي والعكاوي ليها اصولها وافتكر لو قلت لك الفيديو ده على سواعك زي ما سمعت بالظبط كده الفيديو ده يا جماعه على سواعك هتقول لي ازاي اقول لك ان الراجل بيعمل كل حاجه من طقطق للسلام عليكم هتقول لي ازاي يا عم خالد اقول لك ان الراجل ده بيجيب العجينه ويسويها ويخبزها ويعمل كل حاجه لدرجه ان العيش بيطلع لك فرن عليك على طول ممكن الموضوع بالنسبه لك تافه بس انا بالنسبه لي مش تافه انا بحب ده في اقل التفاصيل لان الراجل ده حب يركز في كل تفاصيلك والمكان ده يا جماعه اسمه قصر الحمام موجود في شبرا جنب محطه المترو على طول وما تنساش اللايك بتاعك الحلو بقى لو عجبك الفيديو باي باي.